خلينا نشوف طاقتك يا برج التور كيف عاملة اه إيه بالنسبة للطاقة عندك قوة كبيرة جدا هاي الفترة طاقة يعني طاقة داخلك عم بتكون عندك طاقة كبيرة لحتى تعمل كتير اشياء عم بشوفك بتأسس مشروع بتأسس اكثر شيء روحاني ممكن يكون له علاقة بالروحانيات او غير هذا الموضوع أو عم تبني بيت أو عم تبني مشروع، المهم في عندك طاقة كبيرة حابب تفرغها أكثر إشي في العمل أو في على الصعيد العملي يعني عم بشوف، فهاي طاقتك هذا الشهر، نشوف قراءة عامة طبعاً ما حتكون يعني عاطفية أو عملية أو كذا، بشكل عام اللي ببين قدامنا بنحكيه ان شاء الله الورق يكون ايجابي برج التور حبيبي هذه الفترة حلو كتير كنت عم تختار بين شغلتين كنت محتار بين شغلتين كان في عندك صراع داخلي ما بين يمكن العقل والقلب هاي الفترة الفترة اللي عم نحكي عنها رح يكون توازن اكتر رح ي... انه تقدر تختار بشكل عم يصفى مخك اكثر مع انه عندك كان حزن او رح يكون اول بس اول فتره يمكن اول اسبوع اول خمس ايام رح يكون في عندك اللي هو خذلان من شخص عم بتكون مستاء من وضع معين من ركود معين انت بتعاني منه عم بتحس حالك ما عم تتحرك متربط هذا ممكن يكون كمان طاقات سلبية ممكن تكون معرض لطاقة سلبية سحر او عين او حسد لاني عم بشوفك هون عم تستشفي من بعد مرض مش مرض ممكن يكون روحي يعني او ممكن يكون عضوي اجى نتيجة التفكير وال وال خلينا نقول اكتئاب او حزن او صدمة من شخص فعم بشوفك لا كتير عم بتكون قوي هاي الفترة وعم تستشفي على خير عم بتكون يعني الورق عم بيكون فيه تطور من ناحيه طاقتك وقوتك وحظك هاي الفتره، اذا عم تنهي موضوع معين وليكن طاقه ثلاثيه عم تنتهي عندك ممكن تكون اذا طرف ثالث عم ينتهي في حياتك وتصفي انت والشريك لحالكم. شايفة عانيت في فترة ممكن تكون ماضية من قلة الفلوس أو المادة أو كنت على الأد شوي ولكن هاي الفترة عم تنقلب الآية عم لا بصير في بالعكس توازن كبير عم بصير في مادة عم بصير في عاطفة أكثر عندك كنت تدور على العاطفة أو الزواج كزواج آه هذا الشهر ما بشوفه انه شهر زواج بالنسبة لبرج التور ولكن بشوف آه شهر علاقات بشوف شهر عروض آه خاصة للناس اللي ما عندهم آه حدا في حياتهم آه ممكن يكون شخص آه مائي جديد آه في حياتهم آه ممكن مش بس مائي يعني اي طاقة من اللي حاذكرها من الموجودين طبعا الطاقات عنا اللي موجودة اكترها ترابية مائية هوائية آه، هذا اكتر اشي عم بشوف كمان سرطان في كمان آه، اللي هو للناس كمان اللي منفصلين خلينا نقول او بيعانوا من برود عاطفي مع الشريك آه، عم يرجع الشريك وبايده مثل تنازلات ممكن تكون يعني على الصعيد المعنوي المجازي المعنى المجازي لهذا الموضوع ممكن يكون تنازلات شخص نوعا ما متكبر القراءه العاطفيه حبايبي ممكن تكون عكسيه هذا الشخص شوي عنيد شوي عنده يمكن اديكشن معين او انت حتى فعم بيرجع لك بروح تانيه عم بيرجع لك بكأس حب جديد عم بيكون انت عم بتكون منفعل كتير هاي الفترة تجاه هذا الشخص يمكن عملت اكشنز يمكن ولكن هذا التسرع مش منيح ابدا مش حلو ابدا ابدا في هاي العلاقة عم بشوف انه شوي شوي عم تتوضح الامور وعم بتروق بناتكم عم بيصير في تجديد للعلاقه او يعني مثل تظبيط امور مثل توضيح امور شايفه انه الشريك عم بيراقبك بشده يعني عم بيحاول انه تكون انت بين ايديه ترجع بين ايديه زي ما كنت مبين انه كمان الشريك ممكن تكون عنده طاقه سلبيه زي ما قلنا سحر حسد عين كذا فانت وياه ممكن تكون عندكم هاي الشغله لانه كتير تكررت بالورق على الصعيد العملي نفس الشيء كنت محتار بين انك تفتح مشروع او ما تفتحه بين انك تروح شغل جديد او ما تروحه فعم بشوف هاي الطاقه تنتهي وعم بشوفك يعني عم بتروح على شغل جديد او في بوزيشن جديد ترقيه في العمل ممكن تكون اكتر اشي في عندك بعد فتره خلينا نقول ممكن تكون شهرين او ثلاثه زواج فعلا رسمي من لكن بشوفه عن حب يعني ما بشوفه زواج تقليدي او كذا بشوفه عن حب مبني بشوف في اولاد بناتكم انت والشخص اللي على خلاف معه او حتى لو كنت معه يعني مرتبطين او منفصلين أه الطاقات قلناها اكتريتها خلينا نشوف ورق ثاني اذا العمل في اشخاص عم بشوفهم بالورق عم بتربصوا كتير وخاصة من طاقات هوائية ممكن تكون او مائية ممكن يكونوا ميزان او جوزاء كمان هدول الاشخاص بدك تكون كتير حذر من عندهم بدك ما تطلع أسرارك بدك تحاول إنك تفصل حالك عنهم حتى لو كنتوا بنفس المكتب حاول إنك تروح على مكتب تاني أو تقضي أوقات أكتر بعيداً عن هدول الأشخاص لأنهم ممكن يكونوا سامين في في حياتك ممكن هدول الأشخاص مش بالعمل ممكن يكونوا في على على الصعيد الاجتماعي أقارب أصدقاء فعم بشوف إذا كانوا من هدول الأبراج أو من هدول الطاقات عم بيكونوا شوي سامين بالنسبة لكم هاي الفترة فحاولوا تبعدوا عن هدول الناس يعني حتى ما تحاولوا لا تنتقموا ولا يعني تعتبروهم ند بند بس موضوع انك تهمشهم وما تحكي اسرارك ابدا لانه العين عليك كتير مش بس بالعمل بي على أكثر من صعيد عم بشوف كتير العين عليك يا تور يا حبيبي ف... ف... خلي أمورك يعني زي ما يقولوا بينك وبين حالك خلص ما تقول لحدا شي خاصة في للأصدقاء لل... للأشخاص اللي موجودين معك في العمل زملاء العمل تكون متكتمة كتير في المواضيع شايفه في اطراف في طرف ثلاثي ممكن يكون في العلاقه العاطفية هذا ورق عاطفي طبعا فيه كمان ممكن تبين اشياء تانية مبين فيه سفر او في في بعد في طاقة بعد عم بتحاول إما إنه سفر فعلا رح يكون في هاي الفترة سفر سفر أكثر إشي بشوفه على عمل أو هجرة أو إنه بعد عن الطرف الثاني عم بتكون في أول الفترة أول الفترة قلنا في شوية مشاكل في شوية صراعات حتى لو كانت بينك وبين حالك حول العلاقة العاطفية في عنا اللي هو طرف ثالث أو هذا الكرت ممكن يعني كمان طاقات سلبية ما بعرف ليش طلع لك يا برج التور أشياء كتير يعني الكروت فيها طاقات سلبية إن شاء الله تتخلص منها على خير ومبين في استشفاء من هذا الموضوع فنتفائل شوي في عندك شخص كان موجود قريب خلينا نقول عنيد شوي مودي سبب لك شوية أذى نفسي شوي كنت زعلان منه هذا الشخص عم يرجع شوي شوي هيك يتسلل لحياتك عم براقبك وشوي شوي عم بيدخل بيرجع يدخل لحياتك لأنه شايفه طاقة العند العند او العناد عم تنتهي بيناتكم شايفة طاقة الزعل او الحزن عم تنتهي برضه فعشان هيك يعني منيح اللي طلعوا مقلوبين هدول الكروت وشايفة في بالنسبة للطرف الثالث في مشكلة كبيرة اجوا لانه فوق بعض في مشكلة كبيرة جدا رح يصير بين الطرف الثالث والشريك لذلك كون مطمن انه في نهاية اللي قلنا عنها قبل شوي نهاية لطرف الثالث في العلاقة عم بتكون كتير محتار انك تعطي فرصة لهذا الشخص او ما تعطيه كل شوي عم بقول ممكن القراءة تكون عكسية حبايبي لانه قراءة عاطفية وقراءة عامة عم بتحاول تختار شيء من الاثنين ممكن يكون انه توافق على الصلح او ما توافق ولكن شايفتكم انا بالنهاية عم بتكونوا مع بعض عم بتكونوا مبسوطين بهاي العلاقة اذا في هاي الفترة ممكن كتير انه تروق الامور بينك وبين الشريك وشايفة في شخص جديد ممكن يكون من ابراج نارية او هوائية أو مائية آه، رح يدخل في حياة العزاب وعم بشوف الموضوع بتم على خير عم تبلش علاقة علاقة جدية عم تبلش علاقة يعني علاقة حلوة علاقة حب طلع لك كرتين آه، كروت العقل الباطن اوه زي ما قلنا العيون حسد حسد كبير في عندك يا برج التور فبدك تدير بالك نفس الموضوع طلع لك انه اللي قبل شوي انه راح تكون جدا محتار بين نارين بين قرارين ولكن راح تاخذ القرار على على خير يعني راح تاخذ القرار المناسب ما راح يكون في جمود هاي الفتره انك ما راح تاخذ قرارات بالعكس راح تاخذ هذا القرار وراح يكون لصالحك بس اللي عم بشوف اكثر شيء انه في حسد خاصة خلينا نقول على العلاقة العاطفية في عيون كثير عليكم في بعض الشوائب بعض الأشخاص اللي عم بيوقفوا ممكن يكون الطرف الثالث اللي قلنا عليه ممكن يكونوا أكثر من من طرف خلينا نشوف إذا في تحذيرات غير اللي قلناها لبرج التور أوه هذا مش ورق تحذير هذا بشرة آه، في زواج في خطبة في ارتباط في رجوع في آه، في علاقه عاطفية عم تتبلور وعم تتطور فيعني بس شوف لون الخاتم ازرق يعني لك احترس شوي من العين فشايفه خاتم خطوبة ان شاء الله على خير يا رب للي حابين وشايفيته اكتر اشي للعزاب للعزاب لانه قلنا في شخص جديد داخل حياتهم فممكن يكون هذا الموضوع اه شوف يا برج الدار حبيبي بالعمل رح يكون في شخص على سلطة معينة رح يوصلوا كلام عنك من ناس ما بيحبوا لك الخير من أشخاص ما بيحبوا لك الخير ولكن هذا الشخص رح يوقف معك أو أنه يعني هو مش متأثر بهذا الحكي أبدا عم بشوف علاقتك فيه عم تتطور فبس زي ما قلت لك قبل شوي احترس من هدول الأشخاص لأنه شايفة أنه هذا الشخص رح بالعكس يساعدك ما رح يسمعهم ولا شيء ولكن مطلوب منك انك يعني تحترس من هدول الأشخاص آه عندك مخاوف كتير حبيبي برج التور عندك مخاوف كتيرة بلا معنى يعني ما إلها أبدا أي داعي فبقولك بعد فترة رح تصير تضحك على مخاوفك لانه مخاوفك هي شغله صغيره كثير كثير ما بينخاف منها وانت شيء كبير يعني آه هذا اللي مبين بالصوره او بال بالنصيحه فبيقول ما في داعي ابدا للخوف او للهواجس اللي انت عم بتفكر فيها بهاي الفتره وفعلا برج الدور عم بتكون عنده طاقه مش خوف يعني تخوف او زياده آه حساب حسابات ويعني مخاوف هواجس فبيقول لك لا ما, ما في داعي لهذا الموضوع ابدا